السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه دائما يا ربي. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو ديال حيل، بعض الحيل المنزلية اللي تقدر تفيدكم بزاف، يكونوا ديال الناس ما كيعرفوهاش. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لايك ومن التعليق وبلي بارطاج مع الاهل والاصدقاء. بسم الله على بركه الله، نبداو اول حيله اللي هي الحيله ديال ملي كنبغيو نسلقوا الخضره. شحال ديال البنات يعني كيبغيو يديروا الشلاضه، كل حاجه كيبغيو يحطوها بوحدها، وكتبقى اما كتسلق كل حاجه بوحدها او كتفور كل حاجه بوحدها، اما كدير في الكسكاس كل حاجه شويه شويه. هنا غنعطيكم واحد الحيله اللي رائعه جدا، هي البنات هاد الكساكس اللي كيكونوا ديال مطيشه ديال الحك، ضروري اي واحد عندهم، عفوا ديال مطيشه اللي كنحكوها، ضروري اي واحد كيكونوا عنده، خصوصا مع الماكينه ملي كتشريوها كيكونوا عندها معاه ثلاثه. غادي تبقاو ديروا بحال هذا الشكل كيف ما درت انا، يعني كل خضره غتبقى ديروا على شكل طبقات. بالنسبه لي انا عندي هاد الكسكاس يعني كبير، كاينين الكساكس اللي كاينين صغيورين، غتبقاو ديروا بحال هاد الشكل وكتحطوا الخضيره ديالكم اللي كتجي شلاضه عائليه وكتجي صراحه زوينه زوينه، وما كتمرزتكمش ما كتسبحانكمش نهائيا. والحيله الثانيه اللي هي حيله الطاجين، بالنسبه لهاد الطويجين كاينين بزاف ديال الناس ما كيطيبش لهم الطاجين او كيطيب من نص ونص، لا خصوصا ما كيديروا له معلقه، يعني كيطيب من واحد الجهه والجهه اللي كتدخل ليها يعني نفس ما كيطيبش منها. عندي لكم واحد الحيله اللي رائعه جدا اللي هي كنا كنديروا صراحه البلاستيك، وديك البلاستيك عرفنا ما صحياش. دابا البنات داك الورق ديال الزبده او ورق الطبخ هو اللي وليت كنستعملو، كنديروا صراحه حيله رائعه جدا، كديروا ليها وكتغطيوه وكتخليوه يعني بدون معلقه ولا حتى شي حاجه، وكتخليوه راه دغيا ما شاء الله كيطيب دغيا دغيا كيطيب، ما كياخذش معنا نهائيا الوقت. بالنسبه لهذه الحيله ديال الطويجنات تمنى انها تعجبكم حتى هي. وبالنسبه للحيله الثالثه اللي هي الحيله ديال البرا، اكيد البرا والخيط دائما عندنا الخيط، وخصوصا اللي عنده الوليدات كيعجبهم منهم يلعبوا بهاد الخيوط على لقاوهم، ولا حنا يعني الخيط كنصاوبوه وكنبقاو نقلبوا على داك الرويس ديالو منين غادي نجبدوا باش نخيطوا بيه. عندي لكم واحد الحيله اللي تاهي زوينه صراحه، هاد الحيلات بساط بزاف ولكن اكيد غادي ينفعونا. كتاخذوا برا البنات وكت يعني كتكوبي هذيك البلاصه ديال الخيط وكتخبيوها، نفس الوقت كتبقى تبان كحله، يعني فين ما كتبغيو تخيطوا شي حاجه كيبان لكم الراس دغيا كتجبدوه، راه دغيا كتجبد بكل سهوله. انا غنحيدو معكم وغنعاودها، وكذلك حتى وليداتنا لا طاحوا فيه يعني ما غيسربوش لنا الخيط وما غاديش يضيع لينا. هذه كتبقى حيله حتى هي من الحيل المنزليه اللي صراحه بسيطه ولكن عندها معنى كبير. وغندوزو الحيله الاخرى اللي هي ديال بعد مرات ما كيبقاش لنا ورق الزبده او ورق طبخ كل واشنو كيقول ليه، كاين هاد الاكياس اللي ولاو دابا كناخذو فيهم هاد القطاني صراحه هما كينفعوا بزاف البنات، غير استعملوهم يعني بديل ديال ورق الزبده او ورق الطبخ، راه صراحه حتى هما زوينين وما كيلصقوش لينا نهائيا. كما كاينين كبار من هادو، يعني كاينين كبار اللي نقطعهم على شكل دائري، كاينين اللي صغارين. انا بالنسبه ليا متوفره لي غير هادي صغيره، الاخرين صراحه ما بقاوش عندي، متوفره لي غادي صغيره. غنوريكم يعني كيفاش الاستعمال ديالها، كنديروها في ليمون كندهنوها يعني نحطوها في اللاطه، يمكن لينا نستعملو جوج بحالهم وندخل لهم في اللاطه. المهم بديل ورق الزبده ولكن صراحه رائع، كندهنوه غير بشويه ديال الزيت بالشيسه ونحطوا فيه الحليوه ديالنا او اللي كان ما كيلصقش، وكتبقى حتى هي من حيل البسيطه جدا ولكن حتى هي كتنفع. وراه ضروري ما غتكونش عندنا كل شيء، ضروري شي حاجه ما غادي تخصنا واحد النهار، والحمد لله والله ما ديما نعاود حفظه من الزوال. صافي البنات هادي تاهي كتبقى حيله من الحيل اللي بسيطه ولكن اكيد اكيد غادي تنفعكم. وغندوزو للحيله الاخرى اللي هي ديال الفاكهه، اكيد حنا البنات ضروري الفاكهه في الدار، خصوصا اللي ما كيكونوش عندها وليدات بحالي كبار اللي ما غيخلوش لها الفاكهه، لان ولدي باقي صغير يعني كتبقى لي صراحه بحال كان جاو عندي ضيوف، واحد الحيله اللي كنديرها باش تبقى لي دائما الفاكهه مقرمشه وزوينه. واستعملوها البنات اكيد هاد الحيله غادي تعجبكم، اللي هي جوج طوبات ديال السكر كنديرهم حط عليهم، راه كيمتصوا دوك الرطوبه اللي ما كتخليمش لينا مقرمشين. هنا عندي واحد الترموسات، بالنسبه للترموسات ديال القهوه والحليب، فين ما كنغسلهم وكنسدوهم كيبقى لينا ديك الريحه ديال الحموضه، او راه البنات غادي يكونوا كيعرفوها. غادي عندي لكم واحد الحيله هي رائعه، بالنسبه لوحده كنخصوها القهوه كحله، وحده الحليب. بالنسبه ديال القهوه كحله عندي تما الاعشاب، استعملوا اي عشبه كديروا نتوما القهوه كحله، انا فقط عندي تما ديك النجيمات، وعندي هذا عندي العواد ديال القرفه هما اللي غادي ندير وغادي نسد عليها. وراه اكيد حتى هي كتمس داك الرطوبه وكتخلي واحد الرائحه اللي زوينه زوينه بزاف. وبالنسبه للبنات الترموس الاخرى غادي ندير فيها من الاحسن اللي كان عندكم ساشي ديال فانيلا، انا متوفرليش يعني عندي البودره، داكشي علاش خديت واحد شويه ديال البودره درتها في هذا
ورق الزبده حتى هو، وغادي نطويها مزيان وغنلوحها في ديك ديال القهوه ديال الحليب، صافي غنسد عليهم وغنبقى محتفظه عليهم. يعني ملي غنحلهم غنجيو نشموا واحد الريحه اللي زوينه، ما غتبقاش لينا ديك الريحه ديال الحموضه نهائيا ما غتبقاش. وغندوز للحيله الاخرى اللي حيله هي رائعه من الحيل بالنسبه للبنات. ما كاينش شي واحد ما عندوش هاد الكيلو اللي كيقولها باي باي او الكركاره، كل واش كيسميها ضروري كيتلصق لينا فيها، يعني الصوف او الخيوط او الزغب ضروري كتجمعهم. ولا درنا يدينا راه ما غاديش يتحيدوا، غيتحيد لينا غير داكشي الفوقاني، وما كتبقاش تشطب مزيان وحنا في حاجتنا باش تنقى. هذه واحد الحيله اللي رائعه بالفرشيط، كنبقاو اننا نقيوها غير كندخلوها البنات الفرشيط وكنجبدوها وكتحيدوا دوك الخيوط وداك الزغب، كيبقاو يرجعوا دوك يعني هاد الكركارات هاد الصغيورين هادو او كيقولها باي باي كل واش كيسميها كيف ما قلتيكم، كيرجعوا بيضين بحال يلاه شريناها. كنبقاو بحال هكا من مورا الغداء او كنعطيوها الخاطر نيت على حقها، وكنبقى نحيدو بشويه 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 حتى كنقونا كامله، كتخرج واحد الكم ما نعاودش لكم. غادي يبان لكم غير انني درت غير شويه باش نوريكم، وبان داك البياض ديالها والاخرين راه باقي عامرين. غادي نحاول انني نجرب يدي باش تشوفوا، راه نهائيا البنات اللي يدين ما كيحيدوهمش، حتى هي كتبقى من الحيه اللي رائعه جدا، حيله صراحه ولا اروع. كنتمنى هاد الحيه اللي عجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ما تنساونيش من لي لايك ومن التعليق، وتعاونونا بلي بارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعوم الفائدة على الجميع وتكبر العائلة ديالنا. صافي البنات كنوريكم بانني راني كنجبد بيديا، ولكن راه بدون فائده، ماشي بحال الفرشات يعني كتجبد. هنا كنوريكم كتجبد من التحت، يعني هذا الفرشيط كتجبد من التحت مزيان مزيان، وكنقيوها وكنرجعوا نخدموا بها، كترجع بحال يلاه شريناها البنات، كترجع كتخدم مزيان. راه ملي كيتجمعوا فيها يعني هاد الخيوط وكتجمع فيها داكشي، ما كتوليش نهائيا كتشطب لينا مزيان او كتكركر لينا مزيان. ملي كنديروا بحال هادشي البنات راه كتولي صراحه جديده، وهاد العمليه ضروري انا كنديرها يعني مره ضروري كنديرها، ما كنغفلش عليها. كل ما انها كتعمر ليا كنحاول انني كنعاود انني نديرها. صافي البنات هذا ما كان، غادي نقيها مزيان وباذن الله نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وغادي نبقى نقي فيها بشويه بشويه عليا حتى نحيدها كامله. ولا عجبكم هاد الحيل خلوها ليا في التعاليق باش نزيد نعطيكم حيل اخرى ان شاء الله وفيديوهات اخرى قادمه. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه، وغادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير ومع السلامه.